مع انطلاق أول حلقات برامج شهر رمضان، واللي معروف عنها إنها بيبقى مدفوعة فيها كتير قوي وبيتقال فيها تصريحات وأسرار محدش يعرفها عن الفنانين. وقعت أول مشكلة بين بسمة وهبة وأسمى إبراهيم، وده بسبب رانيا يوسف. أنا آية الوليلي، خليكم معايا في الفيديو ده عشان تعرفوا كل التفاصيل. في مفارقة غريبة أول مرة تحصل في برامج رمضان، صورت الفنانة رانيا يوسف حلقتين مع العرافة وحبر سري، على أساس إن كل واحدة هتتعرض في وقت غير التاني، وهو الجمهور يتبسط والفنانة تقبض وكله يكسب. بس اللي حصل إن بسمة وهبة وأسمى إبراهيم دلوقتي هيموتوا نفسهم على رانيا يوسف بعد ما أعلنوا هما الاتنين إنها ضيفة أول حلقات شهر رمضان الكريم. وفي البرومو بتاع كل حلقة قالت تصريحات أجرأ من التانية. من ساعة ما تعلن إن رانيا يوسف هي ضيفة أول يوم رمضان في البرنامجين وصفحاتهم على السوشيال ميديا، بتحاول تجذب الجمهور ببعض التصريحات النارية للفنانة صاحبة الترند الأشهر على الإطلاق، وطول الوقت كلامها ما بيعديش عادي. رانيا يوسف اللي محدش عارف هل هي ضحية بين الطرفين ولا كانت عارفة إن ده هيحصل، كشفت العديد من الأسرار في البرنامجين، أبرزها أسرار قصة طلاقها من المنتج محمد مختار بعد جواز فضل 10 سنين، وطبيعة علاقته بياسمين ونانسي بناتها، وكمان قصة خناقتها مع طليقة لاعب كرة القدم المشهور، والكلام ده هتقوله في برنامج العرافة. أما بقى في حبر سري هتتكلم رانيا برضو عن تفاصيل تانية خالص من حياتها الشخصية وأزماتها مع بعض النجمات، وأخيراً هتكشف عن حقيقة علاقتها بالفنان أحمد الفيشاوي، وده بعد الصور المثيرة للجدل وحقيقة ارتباطهم. المشكلة المرة دي ملهاش علاقة برانيا يوسف خالص، ده صراع قديم بين بسمة وهبة وأسمى إبراهيم، لأن كان معروف إن برنامج حبر سري هتقدمه بسمة في البداية، لكن أسمى اللي كانت متجوزة رجل أعمال مشهور وقتها قدرت تاخد البرنامج وتقنعه إنه يصرف عليه ويستضيف نجوم بمبالغ ما حصلتش قبل كده في برامج الهارد توك شو. بسمة وهبة ما بتغلبش وبتقدر كل سنة في نسخ برنامج العرافة أو شيخ الحارة إنها تستضيف نجوم مش قليلين وتطلع منهم بتصريحات وتعمل جدل برضو، وما بتنساش طارها أبداً، علشان كده لما جت الفرصة تثبت إنها أجمد من أسمى إبراهيم ما كدبتش خبر. هنشوف بقى مين فيهم اللي هتلم مشاهدات على حساب رانيا يوسف أكتر من التانية، ومين فيهم برضو هتاخد حقها. والحقيقة الكفة في النهاية رايحة لناحية بسمة وهبة، لأنها أقدم في الحتة دي وبتعرف إزاي توقع النجوم والفنانين والمشاهير في شر أعمالهم، إنما أسمى إبراهيم رغم محاولاتها إلا إن أسلوبها وعلاقتها في الوسط الفني مش أجمد حاجة لسه، يعني هي بتعرف تستضيفهم بالفلوس، بس الإسهاب وإنها توقعهم في الكلام صنعة وخبرة، والعرافة أستاذة فيهم طبعاً. هنشوف في النهاية الصراع ده آخرته إيه. رمضان وحواراته بدأت بدري قوي قوي، ربنا يستر في النهاية.